then mashallah. Sport club. من بلاك ديسبيرادو الأم فيكتوريا سنحدثكم كثيرا بعد إنهاء العمل التدريبي مع أحمد أبو جبل هو نسيم العربية على الرفاق على نسيم الفتح الأزرق ابن محبوب الأم شحرورة عباس 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 مرة تعرف ها 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 الملك عبد القادر عثمان تخيل سالم العقبي أنا معنا إياس أبو جبل على صوت إياس إياس يا إياس لف على المنصة شوي إياس خلينا نحكي عن الحصان سبورت كليب انتبهوا من الحصان اللي بيعمل عمل تدريبي ابن سهر بلاك سبيرادو والأم دبليو فيكتوريا دبليو فيكتوريا سبورت كليب من البلاك ديسبيرادو المنحدر من سلالة زي ديسبيرادو من الفحل دي منسترل الأمية تابيديو فيكتوريا بطلة السباقات المعروفة بعالم السباقات بنت الفحل ام اتش ويستون المنحدر من موسكات ابن بدرون ابن بدرون سلالة روسية الأمية كيموسيلي البطلة المعروفة بالولايات المتحدة ابنة البطل المعروف كيموسابي ام اتش ويستون بنفسه كان بطل البلاد بعالم الجمال عدة مرات وأنتج العديد من الأبطال الأب هو لاك ديسبيرادو لمالكه الأخ صالح صالح العيد صاحب منتجع ولا مسوس على أغريكات الآن على صهوة نسيم ابن الأزرق ابن محبوب الأم الشحرورة المالك المدرب حسين بشير صالح على صوت سلطان الصغير سلطان الصغير ابن فحل سلطان الكبير ايضا المنحدر من سلالة الفحل الوستون ام اتش وستون سلطان الكبير صاحب الانجازات في عالم السباقات بالذات بميدان بردس حنا سلطان الكبير كان جدا عديدا وعيدا جدا بالعديد من المرات مع البطل باريس الامل وحصل على مراتب متقدمه ومشرفه جدا الأمية الزنوبيا هو اياس ابو جبل دعم تدريبي على الحصان سبورت كليب الاسود باللون والحليه المميزه للخيول السوداء دهماء اللون المنحدر من سلالة الحصان بلاك ديسبيرادو بن دي ديسبيرادو الدم الصقلاوي جدراني ديسبيرادو الأم هي دبليو فيكتوريا دبليو فيكتوريا من الفحل ام اتش ويستون تملك في طياتها أيضا دم الاكحلان جلابي شغوان كحلان جلابي والصقلاوي جدراني خليط ما بين الخيول المصرية مصرية المربط وليس الرصاصي بترون بترون كيموسيلي من كيموسابي وهلال لحظات نكون مع اطلاق المجموعه نسيم معلن ان تنطلق الخيول على بركه الله سالم العقبي يتسيد المجموعه على صوت ايدي مدوري الخيول الان بمراحل الاولى لاحظوا معي ها هو صالح الان يحاول انتزاع الصداره على صوت سلطان الصغير المنافسه الشديده بمراحل الاولى على اغريفات الان يتقدم في المرتبه الثالثه على اغريفات على صوت نسيم الخيول الان بكوكبه واحده ما شاء الله صالح يتسيد المجموعه قباله المنعطف الاول صالح يا صالح على صوت سلطان الصغير يا
ينفرد الان بالصداره ما شاء الله سلطان الصغير سالم العقبي وعلى اغرفات ينافس على المرتبه الثانيه مع كل من نسيم وايدي مدوري الخيول ما بين المنعطفين هو اياس ابو جبل الان يتقدم عفوا اياس نعم على صواب سبورت كليب يتقدم للمرتبه الثانيه لا يزال سلطان الصغير بالصداره سلطان الصغير بالمرتبه الاولى مع صالح الخيول بالمرحلة الحاسمة والخط المستقيم لا يزال سلطان الصغير بالمقدمة سلطان الصغير لا يزال بالمقدمة مع صالح اياس ابو جمال على صوت سبورت كليب سبورت كليب مع اياس ابو جمال يندفع من الخلف سبورت كليب اياس ابو جمال وصالح مع سلطان الصغير ابو جمال سبورت كليب نبت العناد اياس ابو جمال ما شاء الله على هذا الصوت اندفع من الخلف اياس ابو جبل مع سبورت كليب اندفاع والاروع ترقب الخيول بقي من الخلف وفي خط النهايه تصيد المرتبه الاولى اياس ابو جبل على صوت سبورت كليب يتصيد المجموعه بالاسود سبورت كليب في المرتبه الاولى عباس سلطان الصغير رحبوا معي لبطل هذا الشوط الحصان الوطني سبورت كليب على صحبته حدث ولا حرج صاحب الاندفاعات صاحب الميزات النادي العنيد اياس ابو جبل على صحبه سبورت كليب بالمرتبه الاولى الف مبروك مبروك لسبورت كليب يا ابن الفهد بلاك ديسبرادو والامه دبليو فيكتوريا لفياس على الكمالف الاخ نايف خطيب نايف ابو ليل يسلم الكاس الف الف مبروك لي مبروك ليوسي ابي امين مبروك ليور مبروك اياس مبروك لسبورت كليب الاسود من المسوده يتصيد المجموعه الف مبروك مبروك يوسي مبروك اليوم ألف مبروك المرتبة الثانية لسلطان الصغير صاحب الفعل الكبير ألف ألف مبروك ما شاء الله يا سلطان سلطان يا سلطان على هذا الإنجاز الرائع المرتبة الثانية لسلطان الصغير كل الاحترام صالح على قيادة رائعة مبروك حبيبنا يعطيك العافية والمرتبة الثالثة على إغرفات على صهوة نسيم ألف ألف مبروك مبروك حبيبنا حسين بشير المالك والمدرب مبروك حبايبنا سخنين حبايبنا يلا حبايبنا الشوط اللي بعده